تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا عقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء أمام مقر سفارة آل سعود تضامنا مع آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وللاحتجاج على السياسات السعودية الداعمة للأنظمة الدكتاتورية والواقفة بوجه تطلعات شعوب المنطقة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. نقف اليوم هنا أمام سفارة آل سعود، سفارة الإرهاب والداعم الأول للتكفيريين في منطقة الشرق الأوسط. نقف تضامنا مع آية الله الفقيه المقاوم سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، لنؤكد على أن الشعب البحراني ماضي حتى أسقاط الزمرة الخليفية وعلى رأسهم آل سعود ومن يدعمهم. السعودية دخلت في صراع مع مختلف الشعوب وهي تخشى اليوم الذي ستدفع فيه ثمن تدخلاتها اللامشروعة. آل سعود هم في صراع مع الشعوب، مع الشعوب العربية قاطبة وليس فقط مع شعب البحرين. المسألة الأخرى أنهم يخشون أن يكون أي انفراج سياسي في البحرين، وإذا ما حصل شعب البحرين على حقوقه أنهم سوف يطالبون بدفع الفاتورة لشعوبهم. التدخل العسكري السعودي واحد سواء في البحرين أو في اليمن، فالآلة العسكرية السعودية تستهدف المدنيين العزل وتستهدف سيادة البلدان واستقلالها. ونحن الآن نقف أمام السفارة السعودية، أنا كناشط حقوقي يمني تضامنا مع الأخوة البحرينيين الذين أيضا تأثروا من المواقف السعودية في البحرين وفي عدم وجود تفاهم للحكومة البحرينية بالرضوخ إلى مطالب الشعب. إلا أن المجتمع الدولي وبرغم كل هذه الانتهاكات فإنه يكتفي بإصدار بيانات الإدانة والتعبير عن القلق والتي لم تعد مجدية. يعني من الواضح بأن لم تعد لغة البيانات كافية ولم تعد الدعاءات والكذب على هذا والكذب يعني بأن هناك في صحة حقيقية. هذا المجتمع الدولي اعتراف بحق هذا الشعب في اتخاذ تقرير مصيره. شعوب المنطقة لا تخشى الآلة العسكرية السعودية التي تدعم نظام آل خليفة القمعي والتي تشن حربا شعواء على الشعب اليمني، فالشعوب موعودة بالنصر، وسيأتي اليوم الذي يندم فيه آل سعود على ما اقترفت أيديهم من آثام بحق الأبرياء. المشاركون في هذا المؤتمر الصحفي حملوا آل سعود مسؤولية ما يحصل في البحرين والمنطقة من أحداث، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر حزما مما يجري في منطقة الشرق الأوسط. سهر عرابي للبحرين اليوم من أمام سفارة سفارة آل سعود في العاصمة البريطانية لندن.